منذ أن قطعت بريطانيا عهدا لليهود بتأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، والصراع العربي والإسرائيلي حاضر في أروقة السياسة الأوروبية. في كثير من الحروب التي شنتها إسرائيل في المنطقة لم يكن الموقف الأوروبي يختلف كثيرا عن نظيره الأمريكي. الانحياز لإسرائيل في المحافل الدولية ضد الحق الفلسطيني كان أمرا ثابتا، وعلى العكس من ذلك كانت منظمات المجتمع المدني في أغلبها مناصرة للفلسطينيين. دول الاتحاد الأوروبي ليست جميعها اليوم على صعيد واحد من القضية، تتفاوت مواقفها تبعا لجمعيات الضغط الإسرائيلي فيها أو لمنظومة المصالح التي تربطها بالعالم العربي. للمهاجرين المسلمين والعرب إلى القارة العجوز دور فاعل في خلق توازن لصالح القضية. الحالة السويدية واحدة من أبرز التجارب الناجحة على هذا الصعيد. في حلقة اليوم نتوقف عند نماذج من هذه التجارب، فضيفنا عربي مهاجر حمل القضية الفلسطينية وانتصر لها. في حوارنا نسأله عن جماعات الضغط العربية في مقابل خصومها من الجماعات اليهودية، وعن التباين في المواقف الأوروبية وأسباب ضعف النفوذ العربي الرسمي. ماذا عن دور المغرب الذي يترأس لجنة القدس؟ وعن موقفه من المقاومات العربية. نرحب بالإعلامي العربي المقيم في السويد أحمد رامي. نرحب بكم مشاهدينا، كما نرحب بضيفنا الأستاذ أحمد رامي. نبدأ طبعا، أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، بما أنك قادم مباشرة من القارة العجوز من السويد من أقصى الشمال. نسأل عن المواقف الأوروبية فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. طبعا كان هناك مجزرة إسرائيلية، وبدأ أن هناك مواقف أوروبية متباينة قياسا على المواقف أو الموقف الأمريكي الذي كان واضحا تمام الانحياز لصالح إسرائيل. تقديرك، هل هو أمر طبيعي أم أن أمر مستجد في المواقف الأوروبية أن نشهد هذا التباين وهذا القرب إلى حد ما من القضية الفلسطينية؟ ويمكن أولا قبل أن نعرف يعني كلمة هذا الموضوع، أن ينبغي أولا أن نعرف أن الصهاينة يحتلون فلسطين عسكريا، احتلال عسكري في فلسطين. نعم. وبالتالي الاحتلال العسكري معناه أن لا زال هناك الجسم الاجتماعي والشعبي يحتفظ بمناعة وبشعور أن هناك احتلال وأن هناك جرثومة. بينما في أوروبا والغرب بكيفية عامة الصهاينة يحتلون الغرب حقيقة احتلالا حقيقيا، ولكنه سياسي وإعلامي. هناك احتلال إعلامي حتى في أوروبا، في كل بلدان الأوروبية الصهاينة يحتلون احتلالا مطلقا. نعم. إعلاميا وسياسيا تلك البلدان. حتى إذا كانت هناك صراعات بين أحزاب، فهي كالولايات المتحدة مثلا، حزب ترامب يعني الجمهوري وتابع لحزب نتنياهو، ليس مستقلا. نعم. الحزب الجمهوري هو جزء، هو امتداد الحزب لحزب ماباي يعني الحزب نتاع نتنياهو، بينما الحزب الديمقراطي وتابع للحزب الليكود. نعم. نعم. بينما حزب اوباما الديمقراطي وتابع للحزب العمال الاسرائيلي ما يسمى باليسار. نعم. فحتى اذا كنا هناك صراع بين منظمات سياسية صهيونية حتى في أوروبا، هناك أيضا حوار. يعني أفهم من كلامك أن هناك شبه اتفاق بين الأحزاب السياسية القائمة في الغرب على اختلاف توجهاتها، هناك شبه اتفاق بدعم لإسرائيل للسردية اليهودية أو السردية الصهيونية فيما يتعلق بأرض فلسطين. نعم. هل هذا الأمر واقع عندكم في السويد؟ أنت حضرتك عضو في حزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب حاكم في السويد أو حكم. نعم. لفترة طويلة. نعم. في السويد. نعم. نعم. هو الصهاينة أو اليهود
هناك لوبي يهودي والصهيوني في الوقت نفس الشيء. على فكره ما فيش فرق، ليس هناك فرق بين اليهودية والصهيونية. لا نفرق نفرق. لا لا انا يعني في الكتب نتاعي كتبت اكثر من يعني حتى لا يتهموا كان نقصد الدين اليهودي بشكل عام. لا 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 اليهودية ليست دين، لان لكي تكون يهودي لست مجمعا تؤمن، يكفي ان تكون الام يهوديه، فهي تشبه المافيا. مافيا يعني في الغرب مثلا اغلبيه اليهود لا يؤمنون بالدين، نتنياهو لا يؤمن بالدين، فما هو فهو نعم يهود نعم. والدولة يسمون دولة يهودية ليست صهيونية، دولة يهودية. نعم نعم. على فكرة أكثر متطرفين في إسرائيل اللي يريدون احتلال من النيل للفرات هم ضد الصهيونية، ولكن يريدون احتلال أكثر، يقول إسرائيل لا ينبغي فقط أن نكتفي بإسرائيل. نعم. كل المستوطنين ما يسمى بالمستوطنين الآن هم ضد الصهيون، حتى يرفضون القيام بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ولكنه يريدون من النيل للفرات. نعم نعم. ولكن الذي أريد أن أقوله أن مثلا الآن عندما كان نتنياهو زار أخيرا ألمانيا، قالت له إن جيلا ميركل أن لا فرق لا خلاف بيننا، نسعى لنفس الهدف، فقط الخلاف بينه هو فقط في كيف الوصول إلى الهدف. نعم. هو القضاء على فلسطين، القضاء على إيران، القضاء على الإسلام والمسلمين، يعني لا يقول هذا ولكن الهدف هم هو هذا. وبالتالي هناك قاتلوا فقط، هما متفقين على الكل بل يختلفون فقط عن التفاصيل على التفاصيل. وبالتالي هو في ايضا في عندما مثلا في السويد قبل 100 سنه كان ممنوع دخول اليهود الى السويد، مع ان دخلوا بالقرن الثامن عشر. إيه؟ اوائل من دخل من اليهود الى السويد بالضبط، ولكن يعني من قبل يعني كان حتى ممنوع مثلا ممارسه الطب، مهنه الطب لليهودي مثلا. فقط كانت هناك ملكة كريستينا، كان هناك يهودي غني جدا في ألمانيا، يعني استعارت منه النقود فلوس، استدانت منه، فلم تستطع إرجاع الفلوس، في المقابل أعطتهم حق الدخول إلى السويد. وطبعا أي وقت يدخلوا في أي مكان في العالم، وأركان الإسلام معروفة. نعم. أركان اليهودية معروفة أيضا، هي مثلا العنصرية، الله الشعب الله المختار، هي احتلال يعني الأرض الموعودة، هي الاختراق. كل أعياد اليهودية الآن كلها بما في بوريم مثلا هي أعياد يحتفلون فيها بإبادة الشعوب الأخرى، مثلا عيد البوريم أكبر عيد يهودي واحتفال رسمي بإبادة أكثر من 75 ألف إيراني يحتفلون ويأكلون أذن ولحم الرئيس الوزراء الإيراني في ذلك عهد الدولة الفارسية. وبالتالي قضية يعني هناك ينبغي قبل أن نحل أي مشكلة يكون طرح سليم. طرح سليم هو ما هي القضية، ما هي المشكلة في قضية فلسطين؟ قبل أن نحل مشكلة ينبغي أولا أن يكون طرح سليم. فالطرح قضية ليست قضية إنسانية، فقراء، صدقات، حليب، أثمار وأكل، هي هناك احتلال وهناك مقاومة. نعم. احتلال دائما بنفسه يخلق مقاومة ضده في كل في التاريخ كامل. ولكن لا ينبغي الآن أن نحول هذا. الآن كل ما يطرح سياسي من طرف الحكام أو من طرف الإعلام لا يطرح القضية الفلسطينية، يطرح فقط وكيف كيف القضاء على فلسطين. بمعنى إنهاء كوجود لشعب ودولة بالضبط، وإعطائها لإسرائيل أو للدولة اليهودية لكي تبسط سيطرتها على كامل فلسطين التاريخية. نعم. طيب لو عدنا إلى موضوع السويد لأسأل، لأنه حتى في السويد نجد مواقف إلى حد ما ملفتة، يعني فيها بعد إنساني نوعا ما، هذا ما نقرأه نحن من الخارج،
حول القضية الفلسطينية، نجد أحيانا دعما أحيانا موقفا، حتى هناك كان رغبة باعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، كان أمر مطروح على ما أعتقد في السويد. بنفس الوقت هناك نفوذ إسرائيلي قوي في الإعلام بحسب ما يقال. إلى أي حد بالفعل الموقف السويدي يتميز عن بقية المواقف الأوروبية في هذا الجانب؟ ليس هناك أشياء تأتي تلقائيا، لأن ليست إسرائيل هي القوية، نحن هم الضعفاء. نعم. يعني ضعف الجانب العربي والجانب المسلم في هذا الموضوع. قوة إسرائيل هي جاءت من ضعفنا، من ضعف المسلمين. هذا هو القوة الوحيدة عند إسرائيل، هي ضعف المسلمين. نعم. وضعف العرب. وبالتالي في السويد، أنا عندما وصلت إلى السويد أسست إذاعة اسمها راديو إسلام. نعم. وشارك في الإذاعة رئيس، يعني رئيس أساقفة السويد، رئيس الكنيسة السويدية، جاء عندي الإذاعة وشارك وأيد الإذاعة. وكذلك أنا ليند مثلا اللي هي كانت وزيرة الخارجية شاركت في الإذاعة وشكرتها في كتابي، آخر كتاب اسمه ما هي إسرائيل. فأظن أن راديو إسلام لعب دورا كبيرا، لأن خلق حوار ضخم في السويد وطرحت القضية كما هي. حتى وزير الخارجية آخر اللي كان بعد قبل أنالين قال لي أن نحن في حاجة إليك هنا، لأن أنت تستطيع أن تقول أشياء لا نجرؤ على قولها. كيف؟ هم بنفسهم سعادة، ولكن في كاتب كبير في السويد اسمه يان ميردال، عملت مع مقابلة لانتقاد جريدة الانتقاد، قال لي أنتم إذا أردتم أن نساعدكم ونؤيدكم، ولكن ينبغي أولا أن تكونوا مقاومة لنؤيدها، وإلا ماذا سنؤيد؟ نعم. وبالتالي إذا كانت هناك، لو كان هناك العرب أقوياء والمسلمين أقوياء، لما كان هناك سويدي واحد سيذهب للدفاع عن إسرائيل ولحماية إسرائيل. وكذلك في داخل السويد هناك ميزان قوى أيضا. يعني أنا مثلا حاولت أن أنظم السويديين الإذاعة تاعي، أنا الوحيد المسلم، كل الإذاعة راديو إسلام هي موجودة في الإنترنت، هي 22 لغة بما فيها الصينية. أنا الوحيد المسلم، باقي كلهم سويديين، لأن السويديين أيضا في داخل في كل السويد فيه صراع سياسي وفيه احتلال يهودي أو صهيوني، وفيه هناك مقاومة، ولكن مقاومة ضعيفة لأن الإعلام مسيطر. لماذا؟ لأن الرأي العام السويدي والغربي والفرنسي والأمريكي ليست علاقة مباشرة، اتصال مباشر مع الواقع، وبالتالي يرى الواقع بالعيون الإعلام، وإذا كان الإعلام متصهر ويهودي فيصبح عيونه طبعا يشكل الرأي العام. بالضبط. الأمر ليس يقتصر فقط على السويد، بل أيضا على دول فاعلة في أوروبا، لا سيما فرنسا. فرنسا التي دعمت تاريخيا المشروع النووي الإسرائيلي وقاتلت إلى جانب تل أبيب في العدوان الثلاثي على مصر عام 56، يبدو الرأي العام فيها اليوم بدأ بالتحول لصالح القضية الفلسطينية. نشاهد معا. الميادين نت، صحوة فرنسية في مواجهة حكومة القتل الإسرائيلية. حسن عبد الله. يتصاعد الاعتراض والاحتجاج في الشارع الفرنسي على استقبال فرنسا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ما يعيد الأمل بصحوة متزايدة الحضور للمجتمع الفرنسي من قضية فلسطين. بهذا المعنى يتطور خطاب بعض الشخصيات والمؤسسات ووسائل الإعلام، ويخرق المحرمات التي صاغها اللوبي الصهيوني في فرنسا وجعلها سدا منيعا في وجه كل محاولة للتنديد بإسرائيل أو حتى لانتقادها. ها هي صحيفة الأومانيتي الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفرنسي تقول إنه عار على فرنسا أن تفرش السجاد الأحمر لمجرم حرب، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو الذي وصفته بجزار غزة. جمعيات حقوقية فرنسية وعربية في فرنسا تندد بالزيارة. تنسيقية الجمعيات الفلسطينية في فرنسا أدانت هذه الزيارة وحضور الرئيس الفرنسي موسم فرنسا إسرائيل 2018.
وتأتي استطلاعات الرأي في فرنسا لتعطي للاحتجاجات زخما ومشروعية، فآخر استطلاع أنجزته مؤسسة إيفوب الشهر الماضي بطلب من اتحاد الطلبة اليهود في فرنسا تكشف نفورا فرنسيا متزايدا من المواقف الإسرائيلية، إذ إن 57% من الفرنسيين باتت لديهم نظرة سيئة عن الدولة العبرية، فيما يحمل 71% من الفرنسيين إسرائيل مسؤولية ثقيلة في غياب مفاوضات مع الفلسطينيين. طبعا إلى جانب ضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد رامي، ينضم إلينا من برلين أكثم سليمان وهو إعلامي عربي. مرحبا بك سيد سليمان. طبعا لعلك سمعت معنا قبل قليل إلى تغير إلى حد ما في المزاج الشعبي الفرنسي، لا سيما قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرنسا. هل الأمر شبيه في ألمانيا، شبيه بما هو عليه في فرنسا؟ هناك تغير في المزاج العام لا سيما بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين؟ سؤال معقد، تحياتي لك. طبعا هناك تغير على الأقل على مستوى الرأي العام. الصور القادمة من غزة لم تكن سهلة الهضم على الرأي العام هنا في ألمانيا، إذا كنا نتحدث عن قطاعات شعبية، لكن طبعا على المستوى الرسمي لم تؤدي هذه التطورات إلى تغيير حقيقي في الموقف. لنكن متفقين على أن الموقف الأوروبي حاليا ليس بالضرورة مؤيد للقضية الفلسطينية بقدر ما هو متعارض مع الموقف الأمريكي في نقطة واحدة أساسية. الموقف الأوروبي ما زال متمسكا بالرؤية الغربية في فترة ما قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقول بحل الدولتين كيف ومتى لا أحد يدري، لكن هذا هو الشعار الذي يرفعونه. وحاليا دونالد ترامب كرئيس أمريكي وبنيامين نتنياهو كرئيس لوزراء إسرائيل لا يسيران على هذا الخط. من هنا يأتي هذا التعارض، والذي يبدو أو يظهر للعيان هنا وهناك أحيانا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل يومين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. سئلت ميركل من قبل صحفي ألماني مباشرة في سابق الحقيقة في مثل هذه المؤتمرات الصحفية، لماذا تستورد ألمانيا طائرات من دون طيار من إسرائيل إذا كانت هذه الدولة تقوم بخرق القانون الدولي كل يوم؟ وفي هذا إشارة إلى تغيرات في المزاج، لكن الأهم من المزاج طبعا هو التغيرات السياسية، أي توظيف هذه التغيرات النفسية أو الشعبية في إطار مشروع سياسي واضح، وهذا حتى الآن صعب في ألمانيا التي تعاني ما تعانيه من تركة التاريخ الألماني. وميركل ذكرت في نفس المؤتمر الصحفي رغم كل ذلك أن ألمانيا أو الدولة الألمانية، وهو أمر ذكرته للمرة الأولى عام 2008 وأعيد ذكره في البرلمان قبل أسابيع قليلة، تعتبر أمن إسرائيل من عقائد الدولة الألمانية. يعني أكثر من ذلك لا يمكن الربط بين دولتين. إذن هناك تناقض نعم بين رأي عام شعبي وبين نخب سياسية، لكن السلطة هي في يد النخب السياسية، وهناك خرق أحيانا يأتي هنا وهناك، لكن الجو العام على الأقل رسميا ما زال مؤيدا بقوة لإسرائيل. هناك حالة عتب، لماذا لا يقوم نتنياهو بوقف الاستيطان؟ هناك حالة عتب، لماذا يقوم بإطلاق النار الحية على متظاهري غزة؟ يعني كأنهم ينادونه بإطلاق أنواع أخرى من الرصاص، لكن هذا الأمر لم يتم تجاوزه رسميا. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد سليمان، سأعود إليك بكل تأكيد، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد رامي لأسأل. طبعا كان يحدثنا الآن عن تغير، هو لا شك في تغير في المزاج ما بين الرأي العام وما بين السياسات الرسمية للحكومات الأوروبية، لكن هل نستطيع أن نضع كل هذه الحكومات في كفة واحدة، بمعنى أنها لا يوجد نوع من التباين في هذه المواقف؟ يعني فرنسا كما هي بريطانيا كما هي ألمانيا كما هي بلجيكا تحمل نفس الفكرة والتوجه في التعاطي مع إسرائيل حتى في الاختلاف في السياسات في التعامل مع الفلسطينيين. والصهاينة في كل بلد في العالم نعم يحاول اختراق والسيطرة على مراكز السلطة، ومن أكبر مراكز السلطة في الغرب هي الجرائد والصحافة والإعلام، بحيث أن في السويد مثلا أكبر جريدة اسمها دوغنس نيوهيتر
صاحبها يملك كل إعلام في الغرب في السويد وحتى في أمريكا، ويملك كل دور نشر. ومرة اتصل بي في الإذاعة في بث مباشر في الإذاعة، قال لي لماذا أنت تصيح يعني تشتكي ضد إسرائيل، تحرض على إسرائيل، تحرض على إسرائيل، أنتم انهزمتم في 48 ألمانيا انهزمت في 45 واعترفت بالهزيمة، استسلمت. نعم. لماذا لا تستسلمون؟ هذا كلام لا يفيد، لأن ما الذي يحسب هي القوة، هي المدافع. قلت لي لماذا لا تلحق علي المدافع الآن إذن؟ نعم. المهم أن في كل بلد، في فرنسا أيضا، في أمريكا، في كل الإعلام تحت السيطرة الصهيونية المطلقة، جزء من الاحتلال. نعم. هذا شيء ما لا مفروغ، وبالتالي الحكومات كلها بما أن في انتخابات تحاول أن تتملق للمصوتين، وبما أن المصوتين لا يعرفون عن ترامب ولا عن رئيس الحكومة، عندهم فقط صورة سياسيين يعني يهتمون بقضايا، لا ولكن يعرفوا، عندهم صورة السياسيين الذين ينتخبون. نعم. هي الصورة التي يعطيها الإعلام، ما عندهمش علاقة مباشرة مع الرجال، مع المرشحين. تماما. وبالتالي الصحافة الإعلام هو الذي يخلق السياسيين أو يبيدهم في الغرب، وهم كل إعلام هو صهيوني. ولكن طبعا حتى الإعلام الصهيوني فيه تنافس بين مختلف أجهزة الإعلام الصهيونية، مثلا بين الآن بين يوتيوب ويوتيوب صهيوني وياهو صهيوني، جوجل صهيوني، ولكن يتنافسون على السوق. على أي حال لا شك أنه الإعلام يشكل ويهندس الرأي العام، للأسف ليس فقط في أوروبا أو في أمريكا، حتى في العالم العربي للأسف. دعني أعود إلى الأستاذ أكثم سليمان لأسأل، في ألمانيا مما هو معروف الغرفة الاقتصادية الإسرائيلية الألمانية، وهي داعمة بقوة للتوجهات الإسرائيلية، هناك مشروع التعاون الإسرائيلي الألماني، وهناك مؤسسة روز لوكسمبورغ وغيرها من المؤسسات التي دائما تحاول أن تبحث عن جسر وتربط ما بين إسرائيل وألمانيا. تقديرك إلى أي حد هذه المؤسسات تلعب دورا بالفعل في التأثير على الرأي العام الألماني، أو حتى التأثير على صانع القرار السياسي؟ بطبيعة الحال في المجتمعات الغربية عملية التأثير عملية معقدة ومتعددة المستويات، هناك المؤسسات غير النفعية، هناك وسائل الإعلام التي ذكرها ضيفك الكريم، هناك الأحزاب السياسية الرسمية، هناك تجمعات بأشكال أخرى للمواطنين، هناك علاقات علمية وأكاديمية ودوائر سياسية واقتصادية. بمجمل هذه لنقل المستويات أو هذه الدوائر، نعم هناك انحياز لهذا الموضوع لإسرائيل على الجانب الألماني، على أساس أمر بات مسلما به في ألمانيا بغض النظر عن اتفاقنا الآن معه أو اختلافنا مع هذا الأمر، وهو أن التاريخ الألماني النازي هو على علاقة مباشرة بما يسمى دولة إسرائيل، لذلك هناك حساسية خاصة لهذا الأمر. وكبار المثقفين الألمان عندما رفعوا الصوت مثل جونتر غراس قبل وفاته بفترة قصيرة، الكاتب المعروف والحاصل على جائزة نوبل، عندما انتقد في قصيدة بسيطة المشروع النووي أو المفاعل النووي في إسرائيل والهجوم على ما يسمى بالمشروع الإيراني، هبت كل هذه الجماعات في وجهه، وهو وجه ألمانيا وحامل جائزة نوبل والرجل العجوز، واتهم بمختلف الاتهامات. لنقل إن هناك في ألمانيا هراوة أخلاقية توجه إلى كل من ينتقد إسرائيل من خلال ربط هذا بانتقاد اليهود أو تاريخ اليهود في ألمانيا وما عانوه في أوروبا تحت الحكم النازي. حتى عربيا عندما قامت مظاهرات فلسطينية هنا أو لأناس من أصول فلسطينية قاموا فيها بإحراق العلم الإسرائيلي، تحدث الإعلام الألماني عن عملية معادية للسامية، بينما هي تتعلق بحرق علم دولة يمكن أن تكون أي دولة أخرى، ولا علاقة للنجمة السداسية الآن أو للديانة التي
تغلب على سكان هذه الدولة بقضية حرق العلم، لكنها حولت كذلك، وهذا ما نشهده كل فترة، حكاية عن ظاهرة معادلة إسلامية هنا، معادلة إسلامية هناك، فيخاف السياسي ويخاف الصحفي ويخاف الأكاديمي. على ذكر السامية سيد أكثم سليمان، تقرير صادر عن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني عام 2006 يتحدث على أنه ويذكر مؤسستين، يعني على سبيل المثال أصدقاء إسرائيل في أوروبا ومبادرة أصدقاء إسرائيل، يقول يتقرب إلى جانب مؤسسات أخرى من الجمعيات اليمينية الآن في أوروبا نحو المنظمات اليمينية الأوروبية التي باتت تركز بدرجة أقل على معاداة السامية مقابل التحول لكراهية الإسلام، يعني في عملية استغلال لما يعرف الآن بالإسلاموفوبيا أو بالإرهاب بين قوسين الإسلامي. طبعا هذا لصالح تسويق سردية إسرائيلية. تقديرك إلى أي حد بالفعل هذا أيضا يساهم في تعزيز وميل الكفة لصالح اللوبيات الإسرائيلية؟ يساهم بشكل كبير، وهذه يعني ملاحظة دقيقة. الغريب أن الحملات التضامن مع إسرائيل أو لنقل اللوبيات المؤيدة لها تمتد من أقصى اليسار، أي في أحزاب اليسار الأوروبي والألماني تحديدا، نعم، إلى أقصى اليمين. والسؤال الآن معك حق، كيف وصلوا إلى هذه النقطة أقصى اليمين؟ يفترض أنه هو الذي كان معادي للسامية ولا يمكن قيام علاقات، بالعكس يتظاهرون أحيانا رافعين اليمينيون، أقصد رافعين علم إسرائيل، على أساس أن الثقافة أو ما يعتبرونه أن الثقافة الأوروبية هي ثقافة ذات جذور مسيحية يهودية. أما الغريب اليوم فهو ذاك المسلم القادم كلاجئ، القادم كطالب، القادم كعامل، القادم بغير ذلك من الصفات، بمعنى أنهم وجدوا إخراجا لمثل هذا الأمر أيضا. بل أزيدك في الشعر بيتا، عندما وقعت مناقشة برلمانية قبل أسابيع قليلة حول موضوع إسرائيل والشرق الأوسط، قامت ممثلة حزب أقصى اليمين، حزب البديل من أجل ألمانيا، كي تطالب، وهي المتهمة أصلا بالمعاداة السامية، كي تطالب بوقف المساعدات عن مؤسسة الأنروا الفلسطينية، لأن هذه المؤسسة تدعم برأيها معاداة السامية. هناك نوع من ولنقل المزايدة في هذا الأمر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. طبعا سنتابع في هذا الملف ونتساءل ونسأل حول ضعف النفوذ العربي، لا سيما علاقات عربية كثيرة مع دول أوروبا، لماذا هذا الضعف؟ ماذا أيضا عن بعض المواقف العربية فيما يتعلق بموضوع دعم القضية الفلسطينية إذا ما كان يطال المقاومات العربية الداعمة للقضية الفلسطينية؟ بعد الفاصل مشاهدينا مع ضيفينا أكثم سليمان وأحمد رامي. نجدد بكم الترحيب مشاهدينا، ونتناول طبعا في هذه الحلقة الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية وكذلك ضعف النفوذ العربي بشكل عام على المواقف الأوروبية. في الشروق المصرية يطالعنا الكاتب اللبناني طلال سلمان بمقالة حول حالة الاهتراء العربي وضياع البوصلة القومية بتراجع القضية الفلسطينية أو زوالها من قائمة أولويات العالم العربي. نشاهد معا. الشروق المصرية، عن التاريخ الذي يكتب بالدم، غزة فلسطين عنوان المستقبل العربي. طلال سلمان. يوما بعد يوم يتناقص أعداد الإخوة العرب ممن يتابعون أخبار فلسطين عموما وغزة خصوصا. الجزيرة العربية بعيدة جدا ودولها مشغولة بما هو أهم من غزة وفلسطين، فأما فلسطين فسلطتها في رام الله في حالة صحية صعبة، وغزة تتصرف وكأنها متروكة لمصيرها. لا داعي للتذكير بأن ليبيا أرض مشاع لا دولة فيها، والاحتمال قريبا بعودة دولتها إليها. تونس تعيش فترة قلقة بعد اضطراب العلاقة بين القوى السياسية الأساسية. تبقى الجزائر والمغرب والمناخ ينذر بتجدد الاشتباك حول الصحراء الغربية، وفي أي حال فإن نجدة فلسطين فيهما تنحصر في التظاهر تأييدا لشعبها، ثم في إرسال بعض المساعدات الطبية والأدوية للجرحى. من قبل وعلى امتداد نصف قرن أو يزيد، كانت فلسطين هي المشعل وهي المقصد، وهي حذاء الثورة التي سرعان ما تفجرت في سوريا،
ثم في مصر وبعدها العراق ولبنان وصولا إلى اليمن. اليوم تبدو فلسطين يتيمة على المستوى الشعبي، لا أهل لها ولا نصير، اللهم في بعض دول الغرب. أما على المستوى الرسمي فمعظم الدول العربية ولا سيما في الجزيرة والخليج تمهد للاعتراف بالكيان الإسرائيلي رسميا أو عمليا، سواء تحت الضغط الأمريكي وإما ممالأة لإدارة ترامب والتسابق إلى إرضائها قبل أن تطلب. لو عدت إليك أستاذ أحمد رامي لأسأل في الموقف العربي بشكل عام، هذا الحالة من الاهتراء العربي التي أشار إليها الكاتب اللبناني طلال سلمان، تقديرك هي تعكس واقع حقيقي تعيشه القوى العربية أو السلطة العربية، أم أن رغبة وإرادة عربية بالفعل أن يكون موقفها بهذا السقف المتدني في قضية من مثل هذا النوع وهي قضية هوية؟ الذي نعيشه الآن هي حالة مرض انهيار تام وقوة إسرائيل هي أتية من ضعفنا من هذا الانهيار. نحن غير موجودين، وبالتالي من يهون يسهل الهوان عليه. يمكن في حقيقة الكيان الصهيوني أن يفعل ما يشاء الآن بدون أي مخاطرة فعليا، وبالتالي الآن أصبحنا في واقع أن حكامنا أصبحوا يمثلون مصالح إسرائيل وليس مصالح أمتنا الإسلامية. أما المعارضة، يعني معارضة الحكام، فهي غير منظمة ولا بوصلة، ولا بوصلة لها ولا قيادة لها. الثورة الإسلامية في إيران قيادة الإمام خميني كان عندها دور كبير، ولكن مثلا عبد الناصر قيادة هائلة دعم مفجر القومية العربية بالضبط، يعني عبد الناصر مصانع الوحدة العربية بالضبط. بين عبد الناصر والإمام الخميني هما الدليل على أنه ممكن حتى الآن أن نثور، ممكن أن نسترجع القوة، لأن في عهد قبل عبد الناصر وقبل الإمام الخميني كان الانهيار أيضا. كان إسرائيل مع الشاه، حكام الشاه، كان الحكام أيضا حكام ما يسمى الآن بالجزيرة العربية وبالسعودية. طيب المتابع لبعض الإجراءات التي يتخذها المغرب، المغرب طبعا هو رئيس لجنة القدس، حضرتك أيضا مغربي، وكان هناك مبادرة من قبل الملك مؤخرا وهو تسيير قافلات طبية إلى قطاع غزة بإشراف مباشر من الملك نفسه. تقديرك كيف يمكن توصيف الأداء الدوري المغربي في هذا الملف ببعده الدبلوماسي أو حتى ببعده الإنساني؟ والمغرب الآن كدولة لم يعد موجودا، هو ككلك ليبيا. الفرق هو أن هناك فوضى منظمة في المغرب وفي ليبيا غير منظمة. فوضى غير منظمة لأن عندما مات الحسن الثاني جاءت الحكومة الإسرائيلية كاملة بما فيها الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء كلهم للمشاركة في الجنازة في المغرب، جنازة الحسن الثاني. وبالتالي وللإطمئنان على أن الوضع اليهودي سيستمر، والذي كان مستشار الحسن الثاني اليهودي اسمه الصهيوني اسمه أندريا زولاي هو الآن مستشار أيضا للمحمد السادس. هو اللي عنده السلطة الحقيقية في المغرب، لأن مع الأسف الملك أو كل مستشاريه تحولوا إلى شكليين. فعاد الحسن الثاني كان المستشارين شكليين، الآن أصبح الملك شكلي والمستشارين ولكن هما اللي عندهم. ولكن في اي اطار ممكن وضع الاتهامات التي وجهها المغرب الى حزب الله بانه يدعم جبهه البوليساريو ويحاول ان يعني يهز الاستقرار الامني داخل المغرب؟ هذا خلال هذا الفعل هذا عباره عن تعليمات اسرائيليه جاءت للنظام للمشاركه في الحرب ضد ايران. لأن لو كان فقط ضد من يعترف بالبوليزاريو وعنده علاقة بالبوليزاريو لقطع العلاقات مع الجزائر، الجزائر هي التي صنعت البوليزاريو والبوليزاريو موجود عندهم، ولم يقطع علاقة مع وبالتالي قطع علاقة مع إيران لا علاقة لها في الحقيقة ب يعني هي أسباب سياسية، اتهامات تأتي ضمن إطار في سياق خطة سياسي. إسرائيلية فقط. لا علاقة بمصالح المغرب ولا بالبوليزاريو ولا حتى بحزب الله. يريدون فقط المشاركة يعني
في الخطة الإسرائيلية. لكن حضرتك أشرت إلى نقطة أساسية، أريد أن أتحول إلى الأستاذ أكثم سليمان وأسأل انطلاقا منها. طبعا الأستاذ أحمد كان يقول أنه ليست القوة إسرائيل هي التي تفعل ذلك، وإنما ضعف العالم العربي، لكن هذا قد يفهم في العلاقة ما بين العالم العربي وإسرائيل، لكن ماذا عن ضعف النفوذ العربي في العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي؟ كيف يمكن وضعه؟ كيف يمكن تفسيره؟ أعتقد لا تخرج هذه العلاقة عن التحليل السابق ذكره. يعني عندما نتحدث عن وضع عربي عام في المنطقة، ينعكس هذا الوضع بالتأكيد على العلاقات مع باقي دول العالم، إلى أي مدى تأخذك بجدية، تراعي مصالحك. ببساطة شديدة، إذا قامت دولة ما بإعلان أن أمن إسرائيل هو من أمن هذه الدولة، هل ستتوقف الاستثمارات العربية في هذه الدولة الغربية؟ بالتأكيد لا. إذن لماذا عليهم أن يقولوا ذلك إذا كانت القضية مضرة لهم فيما يتعلق باللوبيات الصهيونية، وغير مفيدة لهم إذا كان أصحاب الشأن العرب غير مهتمين؟ هذه قضية مهمة. يمكن وضع كل هذه التطورات، يعني بعيدا عن نظرية المؤامرة أو نظرية أن الآخر هو دائما المذنب، لكن هناك نظرية حقيقية بدأت في سبعينيات القرن الماضي في علم النفس وانتقلت إلى العلوم السياسية والعسكرية، تسمى نظرية الصدمة، وفي العلم العسكري صار اسمها الصدمة والرعب، ونفذت في العراق. عندما تعرض مجتمع ما لصدمات متوالية فإنه سيفقد وعيه بمعنى من المعاني، سيفقد توازنه على الأقل. والمنطقة العربية منذ عام 90-91 وإلى اليوم تتلقى الصدمة بعد الصدمة، فوصلت إلى مرحلة لا تعرف حتى هي كدول عربية أو كنخب عربية أو كشعوب عربية أين العدو وأين الصديق. وهذا كان يمكن الوصول إليه فقط عن طريق هذه الصدمة. يعني انتقدنا الحكام العرب على الطريقة التقليدية، لكن لنكن صريحين، هناك شعوب عربية باتت ترى في إيران عدوا لها بدلا من إسرائيل. هناك شعوب عربية أو بعض الشعوب العربية أو أجزاء من الشعوب العربية تتهم دولة مثل سوريا تعرضت إلى أكثر من 100 غارة إسرائيلية في السنوات الماضية إلى أنها تعمل مع العدو الصهيوني، بينما الذي يقوم بهذا الانتقاد يكون يعيش في دولة لديها علاقات سرية أو علنية مع هذا الأمر. لا يمكن تفسير هذه الأمور إلا بنظرية الصدمة وفقدان الوعي وفقدان البوصلة ذكرت قبل قليل، وهذه نقطة تلاحظها أيضا في حياة الجاليات هنا في الخارج. هناك تشرذم سواء على المستوى الفلسطيني أو على المستوى العربي في هذا الأمر، نحن متساوون كأسنان المشط. هناك تشرذم في العمل الدبلوماسي العربي في الخارج، لم يعد السفراء العرب يتحدثون عن قضية فلسطينية، صاروا يتحدثون عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بين قوسين وما إلى ذلك من أمور في السنوات الماضية، إلا من رحم ربي منهم. وهذه قضية يلاحظها الغرب ويلاحظها أي طرف آخر، أن هؤلاء لم يعودوا هم على الأقل رسميا يؤمنون بهذه القضية، فلماذا علي أنا أن ألوث يدي أو أعرض نفسي للمخاطر مثل هذه الملفات الشائكة؟ ولك في الكثيرين من أصدقاء العرب عبر عشرات السنوات في الغرب وغير الغرب مثالا كيف عوقبوا بدلا من أن يكافئوا، وليس من الغرب بل من العرب أنفسهم. لنكن صريحين، رأس المال العربي في الخليج، الموارد البشرية في العراق ومصر وسوريا ودول كهذه، الانتليجنسيا أو النخب في مكان لاحق، هذه الأمور كلها لم تعد تعمل معا. يعني لم تعد هناك دول طوق تدعم ماليا، لم تعد هناك مقاومة تدعم إلا من أطراف قليلة. يعني هي المشكلة بنيوية وليست فقط من اتجاه واحد أو في مسار واحد. سأعود إليك لأسأل أيضا فيما يتعلق ببعض النقاط المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الألمانية، يهمنا معرفة الإجابة عليها. لكن قبل ذلك أعود إليك أستاذ أحمد رامي لأسأل، وحضرتك أشرت إلى ضعف التخطيط العربي، لكن أريد أن أسأل أنتم كجاليات في أوروبا أيضا، يعني إذا كان التعامل وفق القانون كأسنان المشط كما أشار أستاذ أكثم سليمان، كان ألا يفترض بأن الجاليات العربية وهي كبيرة ومتنوعة إضافة إلى الجاليات الإسلامية من حيث العدد هي أكبر بكثير من الجاليات اليهودية، لماذا لم تكن قادرة على أن تحدث نوع من التوازن على الأقل في السيطرة على الإعلام، في التواصل مع القيادات وصانعي القرار السياسي؟ كان عبد الناصر يقول أن مهمتنا الهم الأكبر هو التحويل، الكم إلى الكيف. العرب في أوروبا في الغرب بكيفية عامة هم أصفار
غير موجودين لا سياسيا ولا ثقافيا، وبالتالي إذا ضفت الصفر إلى صفر، نعم، صفر زائد صفر صفر، لأن أغلبية الساحقة لا يعرفون اللغة ولا يعرفون المجتمع وينفصلون عبيد العصر الحديث، ينعزلون في منعزلين تماما، ولا وجود بالعكس عندهم دور أنهم يثيرون الكراهية ضد الإسلام والمسلمين الآن. يعززون دور الدعاية الإسرائيلية يعني. نعم، مع الأسف. وأما السفارات فهي فقط كل دورها هو مراقبة المسلمين، التجسس على المسلمين، والتعامل مع المخابرات الإسرائيلية. نعم. ضد الجالية أيضا، والجالية خايفة أكثر في الخارج. الجالية ما زالوا تحت السيطرة المخابرات، الحكومات العربية يخافون منها أكثر من المغرب الداخل، على الأقل يستطيعون التظاهر. أما في الخارج ففي الوقت اللي يدخل المغرب يمكن يقبطوه في المطار. نعم. فالجالية العربية لا وجود لها، بينما اللوبي اليهودي منظم ولديه رؤية وقدرة مالية وسيطرة ومخترق على مؤسسات، يخترق كل مؤسسات. لو عدنا إليك أكثر من سليمان لأسأل فيما يتعلق، طبعا حصل نوع من الغضب كما هو معروف أنه اليوم في ألمانيا من تصريحات السفير الأمريكي، وهو معين بشكل جديد، يعني معين جديدا بألمانيا، عندما دعا الشركات الألمانية على طبعا على غرار ما حصل مع الشركات الأمريكية التي تريد أن تخرج من الاتفاق النووي مع إيران إلى قطع علاقاتها مع إيران. تقديرك يعني هل هو انسجام مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره أنه سفير يمثل بلده في ألمانيا، أم لمحاولة ضعضعة وإجهاض نمو الاقتصاد الألماني؟ بداية هو تدخل دبلوماسي غريب من نوعه، يعني هذا ما في شك فيه. نعم صحيح، السفير في نهاية المطاف أن يقول للدولة المضيفة مع من تتعامل تجاريا ومن هم المطلوب أن يصلوا إلى الحكم السياسي. أيضا إلى هذا الأمر تطرق عندما تحدث عن اليمين المحافظ، لكن دعنا نتفق على نقطة، السفير الأمريكي أكثر صدقا من خصومه، يعني هو يقول ما يفكر به ويفكر تماما بما يقوله، أما الآخرين فيدعون أنهم مزعوجون من تصريحاته، في حين أنهم لم يعملوا طوال عشرات السنوات على أن يستقلوا من موقفهم السياسي، بموضوعهم الاقتصادي، برؤيتهم لقضاياهم وقضايا المناطق الأخرى عن الموقف الأمريكي. هناك أيضا هنا حالة صدمة من الحالة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وسبب هذه الحالة ليس سعي أوروبا للاستقلال ولأخذ الأمور بيدها، إنما السبب هو الضربات المكررة التي وجهها دونالد ترامب، سواء ما تعلق بالاتفاق النووي مع إيران أو تعلق بالرسوم الجمركية وما إلى ذلك من مصالح اقتصادية، وجهها إلى الاتحاد الأوروبي، وجهها إلى أوروبا. لو كان الأوروبيون مستقلين لتوجهوا مباشرة إلى روسيا والصين فمصالحهم هناك في هذه الحالة، ولاتخذوا موقفا مغايرا من قضايا المنطقة، بدلا من تعزية إيران وكسب الوقت من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، حيث لا يريد الأوروبيون في نهاية المطاف إلا الوصول حتى الآن كنخب إلى ما تريد واشنطن الوصول إليه. الخلاف هناك هو فقط حول الوسيلة. الأمريكيون يريدون اتفاقا جديدا يتضمن كل النقاط التي تهمهم، بينما الأوروبيون يقولون دعونا نحتفظ بالاتفاق النووي وسنتابع مع الإيرانيين فيما يتعلق بالصواريخ والدور الإقليمي وما يسمونه الدور الإقليمي وما إلى ذلك. إذا نعم، أوروبا في حالة أيضا تغير صعب الآن على مستوى النخب، على مستوى السياسات الدولية، لكنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات الصحيحة، فتعزم نفس وسائل الإعلام بالحديث عن غضبها مرة على سفير أمريكي والهجوم اللاذع على الرئيس الأمريكي منذ أن تولى الحكم، لكن بدون أي إجراءات، بدون اتخاذ أي إجراءات أو مواقف حقيقية في هذا الصدد. وعلى أي حال يبدو التعامل الآن مع إيران هو في إطار سياسة عامة مرتبطة أيضا بصفقة القرن، أو صفقة القرن هي جزء من رؤية عامة. الوضع الفلسطيني حاضر فيها بقوة، وهو يستعد لمثل هذه التحديات، حيث يبدو أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يتجه لاختيار رئيس جديد للمنظمة بعيد عيد الفطر، وفقا لصحيفة القدس العربي. نشاهد معا. القدس العربي: المجلس المركزي لمنظمة التحرير يتجه لاختيار رئاسة جديدة بعد رمضان.
علمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن هناك توجها لإدراج ملف انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني على جدول أعمال المجلس المركزي المقرر عقده بعد شهر رمضان في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ضمن الترتيبات الخاصة التي تجريها القيادة في مؤسسات الحكم الرئيسية والتي قد تصل إلى التوافق على استحداث منصب نائب الرئيس. وفي أوساط القيادة الفلسطينية ولا سيما في أروقة فصائل منظمة التحرير ينتظر الجميع نتائج المركزي خاصة بشأن ترتيب مؤسسات الحكم في المنظمة بعد موجة التحليلات الكبيرة التي طرحت والتي كان من بينها الحديث عن اختيار المجلس المركزي نائبا للرئيس من بين عدد محدود جدا من قيادات حركة فتح وأخرى تحدثت عن إيكال صلاحيات إدارة مؤسسات المنظمة لأمين سر اللجنة التنفيذية أو لرئيس المجلس الوطني كبديل للرئيس التشريعي المعطل لشغل المنصب في إدارة السلطة الفلسطينية. لكن المؤكد في هذا الوقت أن حركة فتح بمساندة فصائل المنظمة تريد أن تعيد الاعتبار إلى المجلس المركزي بصفته جهة التشريع لدولة فلسطين. إذن انتخاب طبعا والعهدة على القدس العربي انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني وليس لمنظمة التحرير. بختام الحلقة دقيقة لحضرتك مع دقيقة لأكثم للزميل أكثم سليمان، أريد أن أسأل تقديرك إلى أي حد قد تساعد الجالية العربية الموقف الفلسطيني الذي هو أيضا يحاول أن يستوعب صدمة صفقة القرن ويحاول أن يعالجها بطريقة تتناسب مع الإمكانيات المتاحة للسلطة الفلسطينية. ماذا عن الجالية؟ كيف تستطيع ربما أن يعني تضغط على الرأي العام في أوروبا أن يؤثر على صانع القرار فيها؟ الجالية العربية الموجودة في الغرب هي امتداد للانهيار العربي الإسلامي الموجود في الداخل. نعم. وبالتالي لا أرى لها أي دور، بالعكس كما قلت نوعية انتهى حتى لا أمل، لا أمل فيها الآن. وحاجة فقط أقول أن باختصار باختصار شديد هو أن عضو الكونغرس الأمريكي قال أن الكونغرس الأمريكي هي أراضي محتلة من طرف إسرائيل. معنى لا ممكن أن التحرير فلسطين، يعني بغاو التحرير أمريكا وتحرير الغرب. نعم، أدركنا الوقت، أعود إليك أكثم بنصف دقيقة إذا سمحت، كيف يمكن أن نعقب على هذا الموضوع؟ أعتقد الحديث الشريف يقول بما معناه هو من لم يستطع فبلسانه، يعني على الأقل أن يتم تنفيذ أقل الإيمان. ليس المطلوب الآن أن يذهبوا إلى الحرب، ليس المطلوب أن يجمعوا التبرعات التي تنقذ دولة فلسطين أو مستقبل فلسطين، لكن على الأقل ألا يعملوا ضد قضيتهم الجاليات العربية من حيث يدرون أو لا يدرون. كل الشكر والتقدير لك أكثم سليمان، إعلامي عربي مقيم في برلين، كنت معنا عبر الهاتف. ولضيفنا هنا في الاستوديو الشكر موصول له الأستاذ أحمد رامي وهو كاتب مغربي الأصل. كما نرحب بكم مشاهدينا في ختام هذه الحلقة وإلى اللقاء.